wuxuu baab yahay jawaazu salaati fi nacalayni, bannaanida ay bannaan tahay in kabaha lagu tukado. Sheekhu markaa isagu bannaani buu ka cabbiray, sawaabkuna waa inay sunno tahay. Madhab shaafici baa sidaa ah. Marka tarjamadu baabaysta Nawawi marka waxay waafaqsan tahay madhabkii. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا بشر بن مفضل بن لاحق الرقاشي، عن أبي مسلمة سعيد بن زيد الأزدي قال: وحور سعيد، قلت لأنس بن مالك وحنكوري: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي ماءها يصلي كي كنت كذا فن علينا كبه؟ قال وحول الصحابي أنا ساو إن بدل النبي قلت شو جهد نعم وكنت كنت شري. حدثنا أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان بن داود، حدثنا عباد بن العوام بن عمر الكلابي، حدثنا سعيد بن زيد أبو مسلمة قال سألت أنسا فذكر وحوش عباد بمثله مثل حديث بشر، بشر حديث كيسوكل وشيغي حديث كان أنس، وهالك حديث كجرى في الصحيحين، في الصحيحين يقول صابسا إن صلاة لقلت كذو كبل لقلت كذو حديث أنت هذا كلي باب كصورة على الركواقة سنن كي مسانيد معاجمت يمالها كلي أي كي مادان. أما حديث الصلاة في النعلي حديث أنس مباشرة في الصحيحين السجن وحكود الوريقية طريقة هذا ولبغى قرصوع علي مسلم أبو مسلمة سعيد بن زيد الأزدي طريق لكم لها صحيحين عفوا سعيد بن يزيد أبو مسلمة الأزدي طريق أبو كيما ده طريق أبو كيما ده. وأنا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم مداره على سعيد بن يزيد الأزدي بكد الوريقة حق حكم كذا جواز كل شيء إمام النووي رحمة الله تعالى عليه ومسألة إجماع، مسألة إجماع بين الفقهاء. هل مذهب أوقبه مذهب تأفرت ظاهرية ذا كل قد سكن وحي أهل القبلة والنبا مذهب معتبرة عليه وحاول يحسكوا وافقين جواز الصلاة، جواز الصلاة فن علي إن يبنى أنتهي إن كبها اللي قلت كنكر وخلافه كما ترى لا في مذهبنا ولا في مذاهب غيرنا. ومسألة إجماعية مركا أيضا أيضا سيداتهاي صمالد وأكتيون وحكا قبطاه حساسية وإن كبل اللي قلت كذا لما أقوله نينك قلت كذا أنا بلا يوكل كل متشري قل يهم وهابي ذا واقع كعصبايان صوماليا هي جيس كافر كبعاد بل لو قلت بتشرا وش أيضا نمن لو قلت سوفي تيه بتشرا نمن لو قلت ديري بتشرا نمن مسجد أيما كا والله صلاة اللوغا قصتي بتشرا نمن لو قلت دلي بتشرا سديتني يا سقال سديدي معن حسوس تا وداد تو كبل كنت كذا ملا إنه حركوا هاينو عشر نوغا سعودي إن بدلوا ولا في بحيان حسوسته، شيء بدلوا هو ذي، أسوأ من نولا ماشى لقى قاد، مركوا لسكود دلها يا سنة دي بالسكود دلي، سنة دي بالسكود دلها يا لسكود باب هنا يا، مسألة مركوا مسألة إجماع سنة كوحد خصوصا مرتين أيضا الله إسفري كبه إن لقيت كذو حديث كشداد من أوس رضي الله تعالى عنه بين كسوة مرة يخالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم يهود خلافة وكبه إن كنت كذا محايا إلى يهودي كبوضان كمت كذا خف كأي قبان كمت كذا حديث أنس باس نكوي من سورا كأي ملك خب حسن با نبي عليه الصلاة والسلام ولي أسوى كبقى بكبها مسي من بر إلا مرة واحدة نبي محمد عليه الصلاة قبى تأسوى كبه ساقى كبها بكت كنت شري ولي مسي من بر إلا انتح حسنان وهل مر موية مر كان أوحايا انتو نبي الصلاة كقالي كبق كقالي أيام مركو نحظا مريو أيو النبي كبيه سيبي صحابة دي بقى كذب السيبي إلا صلاة دكوا حدا النبي كي كذا يعني مركو النبي كو صلاة لما يو حكوي يجي يدين كم حايد إن هلاو كبها أسيبتي نبي الله وحيد هذا وحنا كو أرنا هذا إمام نوع هاي أيو كبيه بحيي النور وكو كذا يعني محام بين النبي الله نبي وحول جبريل بقى إيش يا جاي أن فيهما قدرا إن النجاسة كتها لكبها يجا يا قشن يا أزقك بالله إيش شيء عن صلاتك وهبوني تبيل بقى إيش شيء أنا ولا أي وحيودي يدك مي على ذي وحيودي من رسول بعض نقطات حال كما أصيبتي ما الله دهوش حكت ما نهينينه
أضان كود ديا النبي عليه لأن النبي هو أركي سوينه من كره أيوه وقنصنا ينلسيبه كابها ينلسيب السنة في الصلاة مركو حاوي السنة في الصلاة أضو كباقة وهذه الصلاة ضك وقبطه وأن تكني درتيت كابها اللوسيب مهيو أضو عق على هذه الصلاة ضك وقبطنا وأن تكن درتيت كابها لوجشن ماي صوابك واسدة كل بس إذا يكون قبته كتكو وحي أنك أهين وتكلف أيضا يسيد هذا جماعة من التابعين وبعض الصحابة وحاج شري وقشن شري كبها آت كتكتا وحيلين كبوا حرقوا إلى أين وحيلوا خذوا زينتكم عند كل مسجد مركب لبس النعال نوام حي ومن الزينة قرحي ونقوي نخعبا كمدها إبراهيم النخعي رقصا يلي شري تابعي فقيه قرن إيسان وحكمتها أبو جعفر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين زي محمد الباقر عفوا أيا كمدها مركز الصحابة يا تابعين سيدا يلي شرنا ويشرا عاد أنك مركز النبي قد شوك تدعى وحياة هيد إنه الصلاة كبه أو قبه كتو كدو أصوغو كبه عقعدنا إنه أقش هذا يأت كتو كتنا لمسو قرني أصوغو قبه كبه إنه سيبينه لما سوغر إلا هل كان مرء وينوشك سيدنا أنس حديثك سوى من طريق آخر ومن حديثه بسعيدنا ووجرا رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن أكثر كلام السلف السلف الصالح أكثر كضوحي قبان الصلاة في النعال با أفضل من الصلاة حافية إن أتكبها كتو كتا كفض بضن إن أتكبها لآني عقعدان كتو كتو إمام الشافعي كل جبل لجسوا جوريا عقعدان تكفض بدن من الكتب كتكبه وحوجهري إمام كان متشرا إمام الشافعي لم يقله أحد قبله من أهل الفقه والعلماء صحابية تابعين أتباع تابعين أسأل لقمه هري وأنا النقل وليبا مرن كتاعي هاي سو مركو حكوا على يويني كبو وأرقتين وهذه قرصوقة لرم مرايو وسخذا سلرح بداي النجاة سلرح قاضيو صلاة دون الظهاري إني إيو حلو تلقى النظافة إيو نجاسة إن لقى إلى الله لقى دوره مرك كبها إلا سيبه أي آدي يا آد وقفك إن صلاة النجاسة لقوقلو أما ونشك لقوقلو الكاسو سوى الله مري لكن سنة دي وحيد تري متكين مركو بنانك كيمات أصوه كبقى مسادك وسوه قلي انتو سنقلين عقي سافيريو الضوح وصقة كواركو لولك هي هكون ريق ريقو هكون شيء شيدو هترترو هذان واحد يبى له هينا وراها ولا صعود سنة هذا صاب بين يصور كإمام كيجا أبو عبد الله محمد ديس الشافعي المطلب القرشي كاسب باب بين يه نبي يقول مركا قشنك يو سخدي ينجاسدي يهولها صورن با وحوي نبي يقول كسيها الله يبا وكسيها الله طلع حكوا أركتنا إسكتر ترى بنان كعرضة كر رموق كشي شيء هذا النذيف فيه أحوال أكوارنا كنت كوي عبد الله من عبد الله من عمر من مسعود أبو سعيد أبو هريرة كل حرنشرين إن تان سوق أي مجال صورح مر رؤيا نسي بترون كنت كن ترى اللهم إنا نبيك أركنا مويين هذه السنة هذه السنة رأي ما الشافعي ورأي إسكت هادية ومركاسي أن لقوا راعين من حيث الدليل ومن حيث الدليل بعض الصحابة ويقولون سنتري إن كبقى إنه كبها سيبه من مسعود أيام ماله وحوار كي أبو مسعود البدري والصلاة قالي مرخو صلاة قالها أنا كبها سيبت وكبوا ربو سي أنت بالوادي المقدس طوى بوري مكت كبها سيبه يسو من نبي موسى طوى اللي يلي فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى محاو سيبت كبها بس هو قش هذي ما أقول لين الحاوى مركو حكبق هايين إن وناجي يوحد نبقو السمين شري يا صحاب الله أركو إن خلدنت هاي أما يسون وناج السنين محاد كبها أسيبتي يا سيب كويلي يا كقطع يا نيسا يا كوتشي ديجي أنت بالوادي المقدسي طوعا الكاس والله مري أبو عمرو الشيباني أو تقانا قارئ إمام كايا عابد كحق الناحقها كان يضرب في خلع النعال في الصلاة ننكو أركزوه كبه مصلاة قال لي كبه سيبه هاي وقراع تري قل قشا كبه هذا ما عادوا سيبتي لأن محيس الف قد قال لما يان وحي قد قال لما يان
waxaa ku jira daraabid aad durayso ama aad daraabayso adoon dhowroofaynin oon iska dhaagaynin dhaqankii salafkii iyo rasuulka iyo saxaabada. U fiirso hadda, adigu dadaal baad isleedahay, laakiin suubanihi calayhi salaatu wasalaam oo kaa dadaal badnaa oo salaada kaaga roonaa oo salaada aabbaheeda ah, wadaadkii xuuli suufiga ahaa sareeya Muxamed uu salaada duqeediyo uusan ku neefla nabiga u wada sareeyayo, marka salaada duqeedi waayo suubanaha calayhi salaatu wasalaam waxay ku asixi, waxay ku buri agaasinkeeda agabkeeda, yaa u yaqaano ummadda suubanaha calayhi salaatu wasalaam asagii baa ku tukan jiray oon weligiisiiba saxaabadiisii iyo ardadiisii ummadda ugu khayr badnayd baa ku tukan jiray. Adigu marka adoo dadaalhayo diin doona markaad kabaha fag siiso tuurto, macnaheedu waa maxay? Nabi Maxamed iyo saxaabadiisiba waxay yeeli jireen weeye si laga fiican yahay. Marka salafku meeshay ka dagaalamahayaan waxa weye waa meel fog, adigu hooskaada wax ka dheer ma aragtid, ayagu waxay dhowrahayaan meel ka fog bay qoransanayaan, meel ka fog bay taasay ka baqayaan. Tayib, wadaadkii la oran jiray Rabiic ibn Khuzaym, cafwan, التابعي الجليل ربيع بن خزيم مال ما المه كان يقول حوارك وداد اصور ربي انه تكدس كبه سيبي وحول يا بني قد احدثت وام حي ابتدعت بدعات مدوي محيط كبات تيبيس قب كب هذا قب كب هذا مرك قضيه ضوا قضيه سلا وعلوس قضيه سهله ما وان سدا لو اوغاد حيث هري مساجد لغا هلهي كبه هلا لغلهيو ومساجد دي حاله انه كسود لي اهيد تموح يا نيسكي عرض اهيد وي تموح يا نيسي عروي مساجدان لا سبديي اي غوغوشو تالي بيها لغو دقهيا ما كون هدي وحوي نيمنك ني سوكس كقبي سوير شير هيا بنفط نو كيناي كبب لعاد اسلي لا سو دخقاده مسجد لا سو غل وركيده ميش ميو يالا warkeeda ma yaallo. Waxaa laga hadlayo masaajid tuulooyinka ku yaalla iyo waxa weeye miyiga ku yaalla ee carada ahaa ee kab iyo cagba iskugu mid ahayd, kuwaasaa laga hadlayo. Masaajid ay google taallo ama mutale la dhigay kab looma ogolo. Inaad fahanteen baan u malaynaya. Sunnadan dabaqahaya iyo roogaan beenhaya isma keenayso. Sunnada waxaad ku dabaqdaa markaad gurigaada tagto, dabaq gurigaada ku tuko meelaha kula tuko marka laakiin gogosha muslimiinta ka bixin hawshaasi marka macnaas wax dadku ka hadlayaan.